إذا كنا بنتكلم عن أو مهتمين بالتنمية الشاملة، لو كنا بنتكلم عن تنمية منصفة يبقى لازم نتكلم عن فئة من الفئات اللي تستحق كل الدعم وتستحق كل المساندة من قبل كل مؤسسات الدولة وكمان من قبل كل مواطن. بنتكلم تحديدا عن ذوي الهمم لأنهم الحقيقة برضو فئة عددهم لا بأس بيهم، في نفس الوقت محتاجين ان احنا نرعاهم، محتاجين ان احنا ندعمهم، محتاجين ان احنا نكسبهم مهارات جديدة، محتاجين انه الأب والأم يعرفوا ازاي يتعاملوا معاهم عشان يقدروا من خلال يعني متابعتهم ومساندتهم يطلعوهم أفراد قادرين على التعامل في المجتمع وقادرين على الاندماج، قادرون ولكن باختلاف. هو ده العنوان الخاص بيهم. لازم نعرف كمان الواحد فينا ازاي ممكن يقدم العون او المساعده او المسانده لذوي الهمم، والحقيقه ان القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي هذا الملف اهتمام كبير جدا وقدم لهم الكثير من الدعم والمسانده، ولا زال هناك العديد من القرارات الخاصه اللي ان شاء الله في المستقبل هنسمع عنها. طيب خلونا نعرف كل التفاصيل دي، ازاي ممكن نتعامل، ايه دورنا، ازاي ندعم، ازاي نساهم في ان هم يشتركوا معنا في عمليه التنميه المستدامه، كل ده من خلال لقائنا بضيفتنا الكاتبه الروائيه الاستاذه غاده انور درويش. ازيك يا استاذه غاده؟ اهلا وسهلا يا استاذ عبير. احنا النهارده واحنا بنتكلم عن ذوي الهمم الحقيقه بنتكلم عن فئه ليها وجودها في المجتمع وليها نجاحاتها وليها نماذج كتيرة بارزة ومتميزة. يمكن الدور الأساسي بيكون بيقع على عاتق الأسرة، الأب والأم، ويمكن الأم بتيجي برضو كمان في المقدمة أكتر، ولكن إحنا النهاردة عايزين نتكلم عن دور المجتمع ككل. خلينا الأول نشوف نظرتك للهمم، وانتي من الشخصيات اللي بتهتم جدا بيهم واللي كتبتيها معنهم. بالضبط، أنا نظرتي نظرة أم، يعني ببص الموضوع من وجهة نظر الأهل والأمهات، إزاي إن أنا أهتم بابني لو عندي طفل من ذوي الهمم، إزاي من أول يوم أعرف أوجهه إزاي أو أنا أتوجه للطريق السليم. فطبعا كل حالة بتختلف عن التانية، لكن هو فعلا دور الأم هو الدور الأساسي قبل أي حد في صحيح. الأسرة يعني لان هي بعد كده هتستمر معاه، يعني هي اللي الطريق اللي هتمشي فيه هو ده اللي هيأثر عليه وهيوصله للطريق السليم ان شاء الله يعني. طيب انت عندك طبعا نموذج، يعني انت عايشه مع ابنك، ربنا يخليه لك يا رب ويبارك فيه. فخلينا نقول انه انت كده اقدر على التعبير عن احتياجاتهم، يعني احنا لو حبينا نقرب من الاشخاص ذوي الهمم هو بيبقى احتياجاتهم ايه؟ هي حسب كل حاله، لكن في الاول وفي الاخر هي احتياجات نفسيه، يعني غير بقى التاهيل والعلاج وكل حاله عندها ايه الاعاقه اللي موجوده عندها. لكن هي في الاول وفي الاخر محتاجه دعم نفسي قبل اي حاجه. اوكي، محتاجين ان الابن اللي في الاسره دي يكون ليه رعايه نفسيه. طبعا مش هنقول ان احنا يعني للاسف في ناس بيبقى رعايتهم باسلوب سلبي ان هم بيعتبروه بركه وخلاص كده. لا لا، احنا لازم نحسسه باهميته ان هو انسان مهم، وايا كانت الاعاقه اللي عنده فهي يعني في مميزات تانية لازم نركز عليها. لازم نحسسه ان هو يعني فعال في المجتمع اللي هو فيه حتى من هو صغير، في التعليم، في الاختلاط، في معاملته مع اخواته، مع القرايب، الجيران. لازم يحس ان هو شخص مهم، مش شخص على الهامش. على الهامش بالظبط كده، ده اساس. هي انت قلتي نقطه مهمه جدا، قلتي من وهو صغير، يعني هي الفكره ان انا ما ينفعش اعدي المرحله دي. انا لو عديت مرحله وهو الطفوله دي وابتدى يكبر، اقول مثلا لما يكبر هبتدي اهتم بيه اكتر، لا صعب. هو لازم من وهو صغير ابتدي اكسبه المهارات دي واهتم بيه. بالظبط، عموما اي طفل عنده حاله خاصه زي اي طفل، صح بالظبط. بس اللي عنده حاله خاصه كمان البدايه بدري مهمه جدا في اي حاجه، في سواء في التربيه او في التاهيل او في العلاج. كل ما كان بدري كل ما ده كان تاثيره ايجابي على المدى البعيد. اوكي، التاخر بقى بيؤدي لايه بقى؟ ما هو التاخر بيؤدي لتاخر. التاخر في كل حاجه بقى، تاخر في التعليم، تاخر في السلوك. الطفل لو ما كانش من صغره عاملين كنترول عليه او عارفين ازاي نعلمه، يعني في مشكله في السلوك. ده بيفرق كتير، ده بيفرق في اختلاطه بقى بعد كده في المجتمع، في المدرسه، في النادي، في يعني في اي مكان. كل ما تاخرنا كنت تحصل مشكله. ده غير بقى تاخير في العلاج.
تمام. يقارنوا في يعني مثلا طفل التلازم ده في اول حاجه يعني من الاول خالص محتاجه علاج طبيعي من هو عنده شهور والا هيتاخر في الحركه وفي القعده وفي المشي وفي كل حاجه. نفس الحكايه تنميه المهارات لو تاخرنا في الكلام ده هيطلع ذهنه في تاخر. كل حاله بقى على حسب ايه الاعاقه اللي عندها. كويس. طيب هنا برضو خلينا نركز اكتر على فكره، احنا قلنا ان الام هتدي حنان وهتدي رعايه هي بفطرتها هتعمل طبعا. كده، لكن بقيه افراد الاسره لو عنده اخوات الاب هنا احيانا الاب ممكن بيبقى مشغول حتى عن الاولاد كلهم يعني، لكن هنا بقى بتهيالي بيبقى لا في عبء زياده يعني او في اهتمام زياده ولازم ان هو يفضي نفسه ولازم يبقى له دور ولازم يبقى واضح في الصوره. الاخوات دول بننصح ان هم يتعاملوا ازاي؟ والله هو لازم المسؤوليه تتقسم على جميع افراد الاسره. الاب طبعا دوره بيلي دور الام. بعد كده الاخوات لازم مسؤوليه ناحيه اخوهم، لازم يحسوا ان هو يعني كل واحد ليه دور في حياه اخوه. أما يعني خلينا نفصل، ندي نماذج، ندي امثله يعني لازم يعملوا ايه؟ يقدروا مثلا فكره ان اخوكم ده بيتعالج مثلا، بيروح جلسات، ليه اسلوب خاص في التعامل، ما يكونش في عنف معاه. انا شفت حاله جميله جدا، اب وام والاولاد الاربعه بيروحوا مع اختهم الصغيره يحضروا كل جلسه يا الله. علشان الاب بيرسخ جواهم انهم لازم يكونوا حاسين باختهم، حاسين بالمعاناه اللي هي بتعانيها وهي محتاجه ايه، مسؤوليه. تمام. يعني هم صحيح كانوا بيعملوا شويه زحمه كده في العياده، لكن انا كنت فرحانه بيهم جدا جدا بجد. اب يعني يستحق التقدير. صح، لان هو كمان برضو يعني من شب على شيء شاب عليه. فهي الفكره انه لو احنا تعودنا انه احنا فعلا بنراعي اختنا هنفضل طول العمر نراعيها، لكن لو تعودنا ان ماما هي اللي واخده بالها منها خلاص مش هحس بمسؤوليتي. وفي المقابل في اباء بيتخلوا تماما عن الاسره كلها للاسف. وده دي حالات انا قابلتها وتعاملت معاها دي حقيقه يعني. الام هي بقى خلاص اللي بتشيل المسؤوليه الى الابد. فيعني نتمنى ان الحالات دي ان شاء الله يا رب. طب فكره الدمج في المدارس، لان دي من الحاجات المهمه قوي، واللي على فكره دي موجوده من زمان، مش بس يعني قريب، دي كانت موجوده من زمان بس ما كانتش منتشره. هي كانت موجوده في مدارس خاصه، دلوقتي ابتدى الموضوع يبقى متوسع اكتر يعني. والله هي الدوله يعني قامت بدور مهم جدا جدا في الموضوع ده، سواء قوانين، سواء دمج، سواء اهتمام، مهرجانات، ايا كان كل اللي بيحصل النهارده على ارض الواقع انا بعتبر ان احنا في العصر الذهبي لذوي الهمم. ولكن على ارض الواقع للاسف مش كل الاماكن بتطبق موضوع الدمج. يعني الدوله عملت اهو اللي عليها، طب نيجي احنا بقى كمجتمع بقى تعال نشوف بقى المدارس الخاصه كم مدرسه بتقبل الدمج، حالات دمج قليل جدا جدا جدا، وانا عانيت من القصه دي وما زلت اعاني ان انا مش جايبني مدرسه. مع ان انا بقول ده من يعني انا من وانا في المدرسه كانت مدرستي كان فيها كلام ده، احنا بنتكلم مش بنتكلم في سنين للاسف دلوقتي يعني. مش موجود ده الا في المدارس الحكوميه، عشان برضو احقاقا للحق المدارس الحكوميه موضوع سهل جدا وخلاص اتفرض عليهم. لكن تعالي بقى المدارس الخاصه للاسف مش كلها، نسبه قليله قوي 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 اللي بتقبل دمج. وفي اماكن خلاص بقى حطونا في انا كأم ما بقاش عندي حق الاختيار ادخل مدرسه يعني ابني مدرسه كويسه اللي انا عايزاها. لا انا دلوقتي بدور على ايه المدرسه اللي هتقبله. مش مهم بقى فين يعني، بعيده قريبه كويسه وحشه، المهم تلاقي مدرسه. فاحنا محتاجين نتوسع في موضوع الدمج ده شويه. المفروض ايه الطبيعي ان يكون في كل مدرسه مكان ولو لطالب حاله دمج، لان ده هيفرق معاه كتير على فكره. ده هيفرق مع الاطفال الاسوياء. احنا عندنا مشكله ان اهالي الاسوياء هم اللي بيعترضوا. لا انا بوجه رساله لكل ام عندها طفل سوي، علمي ابنك علمي ابنك التعامل مع ذوي الهمم. دي مهاره مش اي حد يقدر عليها. لازم نتفاعل معاهم ولازم نشاركهم. يعني ولازم هي اولا المفروض تحط نفسها مكان الام الثانيه. نمره اتنين هي كده بتغرس في ولادها سمات مش كويسه، بالعكس ده انت المفروض تخليهم يبقوا حاسين بقيمه ان هم يعني يادوا العمل ده. بالظبط يعني بالظبط. اول حضرتك انا شفت مكان يعني شارع في مكان شعبي جدا جدا. المكان ده فيه طفل مش بيتكلم.
شخص واحد بس هو اللي مصاحبه بيتعامل معاه وبيعرف يتعامل معاه. عايزه اقول لك الشخص ده هو البطل بتاع المنطقه، اكيد طبعا، لان هو اللي بيعرف يكلمه، هو اللي بيعرف اللغه بتاعته، وهو يعني الهيرو بتاعهم. أكيد. فليه ما يكونش كلنا كده؟ ليه كلنا ما نتعلمش ده؟ طيب احنا معانا تقرير عن الموضوع ده، فكره يعني سالنا الناس يعني فكره او رؤيتهم لاهميه دمج ذوي الهمم في المجتمع. تعالي نشوف الناس قالت ايه ونرجع نكمل الحوار. الاخيره خاصه في السنوات الماضيه تقدما ملحوظا في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة. في مصر النسبة بتاعتهم مش نسبة قليلة، تصل لحوالي تقريبا 5% من تعداد الشعب المصري، واكثرهم كلهم عندهم مواهب، وان احنا ممكن نجيب لهم اعمال تتناسب مع الامكانيات الذهنيه والعقليه والجسديه. لابد يتعامل معاه ان هو شخص عادي ما فيش اي حاجه، وهو فعلا شخص عادي، وهو ملوش ذنب في ان هو الاعاقه اللي حصلت له. احنا نعلم اولادنا من الصغر ان هو لما يكون يشوف واحد محتاج مساعده لازم يساعده. يجب ان احنا نعامل ذوي الهمم معامله طيبه، لا نتعالى عليهم ولا نحسسهم بأي نقص ولا بأي شيء، وهذا من أخلاق الإسلام. بوصي الأولاد دايما إن هم يقفوا بجوارهم كده وهم زيهم زيهم، وربنا عافاهم ابتلاهم ويعاملوهم أحسن معاملة، وإن هم يبقوا أحسن مننا إن شاء الله. دول جزء كبير جدا مننا، والمفروض إن احنا نهتم بيهم، والمفروض إن احنا كمان نساعدهم عشان يعني غير ما يحسوا بأي نقصان. إن كل واحد فينا يبقى عنده نفس المشاعر ونفس الأحاسيس اللي ذكرت في التقرير ده. فكرة إنه المجتمع فعلا كله يستشعر أهمية إن هو يدعم أو يساند أو يقدم ولو حاجة بسيطة لذوي الهمم، هيفرق كتير، هيفرق كتير. ذوي الهمم عندهم طاقة مهمة جدا، الطاقة دي لازم عشان نقدر نستفيد منها في مجتمعنا لازم نقدم لهم حسن المعاملة والاهتمام والرعاية. طول ما الشخص ده حاسس ان هو مهم في وسط الأسرة والمجتمع وفي وسط زملائه هيدي أكتر. أيوة. لازم بقى نستغل يعني إمكانياتهم، نشوف ايه المهارات اللي عندهم عشان بعد كده يكونوا بنائين في المجتمع. ازاي هيكون انسان بناء في المجتمع وهو مضطهد؟ هل احنا هنا بنتكلم عن مهارات معينه ممكن بتبقى اسهل في اننا يعني اساعده في ان هو يكتسبها عن غيرها من المهارات؟ يعني أكيد. نركز على حاجات معينه. كل شخص مهاره مهما كانت اعاقته. يعني احنا شفنا طبعا ناس كتير على مستوى العالم عندهم اعاقه حركيه مثلا وبينجحوا في الرياضه في التكنولوجيا، مخهم ما شاء الله حاضر. انا يعني شفت حالات كتير قوي، يعني حاله معقده جدا جدا ومع ذلك عنده مهاره. انا يمكن سالتك في الجزئيه دي عشان في ناس بتبقى مثلا امهات بسطاء، يعني ممكن حتى ما حصلوش على قدر كافي من التعليم، فتقول لك ما انا مش عارفه هو بيعرف يعمل ايه. فهل انا هنا ممكن اوجهها اقول لها مثلا جربي معاه يعمل كذا؟ بالظبط، ما هو هي دي بقى الخدمه اللي بتقدم للفئه دي، الفئه اللي مش عارفه تعمل ايه. ان احنا نوجهها، يكون في اماكن توجه الناس اللي زي كده، تشوف الطفل ده ايه هو شاطر في ايه، حتى لو حاجه بسيطه. لا انا هفترض دلوقتي ان انا كأم انا مش عارفه هو شاطر في ايه، انت ممكن تنصحيها بايه؟ ان هي مثلا تخليه يبتدي يعمل ايه؟ يلعب مثلا رياضه؟ تقولي له خدي مثلا، على حسب هو حابب ايه. ما هو لازم احنا نجرب بقى، ما نجرب بقى كل حاجه. بس في الام اللي بالحاله دي او في الوسط ده مش هيكون عندها الامكانيات انها تجرب كل حاجه. لا، نشوف مكان، يعني في جمعيات خيريه كتير ومؤسسات خيريه ما شاء الله على مستوى الجمهوريه بتقدم خدمات كويسه قوي. تمام. نودي الولد نشوف ايه المهارات اللي عنده، نعمل له اختبار. يعني اسيب الناس المتخصصه هي تكتشف عنده ايه لو انا كأم مش عارفه. نشوف ايه الحاجه اللي هو يقدر يدي فيها، يقدر يكون بارع فيها. أوكي. يعني مش كل حاجه هيبقى كويس فيها. حد متخصص هيقول ده شاطر في كذا، نبتدي نركز عليه، عنده موهبه. خلينا نقول برضو يعني برؤيتك وتعاملاتك، يعني هل بتحس ان في فرق بين الذكور والاناث في الموضوع ده؟ في حد فيهم بيبقى مبدع اكتر في مجال عن غيره؟ لا لا ما يفرقش. لا لا خالص.
هي بتبقى يعني حاجه كده عند ربنا ملهاش دعوه خالص بالذكور والاناث. هي بس الفكره في ان ايه بدات الرعايه امتى والاهتمام امتى وامتى قدرنا نشوف الحاجه اللي هو شاطر او بارع فيها ونركز عليها. طيب فكره ان انا اغرز جواسه بانه هو قادر ولكن باختلاف، يعني العنوان ده جميل جدا، قادرون باختلاف. بالزبط. ان الطفل دوت يطلع من وهو صغير حاطط في اعتباره ان انا عندي قدره بس انا مختلف عن غيري. بالظبط، من الاسره اولا ثم بعد كده من بقيه المجتمع. من الأسرة لازم تربي جواه ثقة في النفس، أنا قادر باختلاف. لو لقى عكس ده بره بقى في المدرسة أو مع الجيران أو القرايب ده طبعا هيكون صعب. لا، لازم المجتمع كله يتكاتف إن هو يغرس جوه الإنسان ده ثقته في نفسه. هيدي كتير قوي قوي، هيكون إنسان بناء فعلا. لكن الناس اللي بتركن ولادها أو بتخاف أو بتخبي، في ناس بتخبي ولادها فعلا. طب ده هيطلع إيه؟ ولا حاجة. الناس اللي حواليه لو راح المدرسة ولقى الأولاد بيتنمروا عليه أو المدرسين مش طايقينه عندهم أو مش متقبلينه هيطلع إيه؟ عمره ما هيدي حاجة. فهو بيبدأ من الأسرة ثم باقي المجتمع بعد كده. تمام. أنا برضو هنا يعني إحنا كنا من شوية بنقول عن الأمهات، أنت تقولي مثلا إن هي بتبقى عايزة المدرسة تبقى كلها ما فيهاش ذوي همم، يعني ودي حاجة طبعا يعني لا إنسانية ولا دينية ولا أي حاجة. أنا بقى كأم أساعد ولادي إزاي في إن هم يحسوا بالغير؟ يعني أنا يعني أحط البذرة دي فيهم إزاي؟ لازم أنا أخليه يحس بالآخر. من وهو صغير أفهمه، وده على فكرة حصل معي مع ابني كبير بقى، الابن السوي كان عنده في الكلاس بتاعه حد حالة مختلفة شوية. فطبعا كان في اعتراضات من أمهات تانيين، أنا كنت من أول المؤيدين وبدأت أتكلم مع ابني. صاحبك ده عنده حالة كذا كذا كذا، هو محتاج ان احنا نعمله كويس ونصاحبه ونبقى كويسين معاه. بدأوا الأولاد يحبوه ويلعبوا معاه وبقوا يشاركوه بقى في السويتس بتاعتهم، الحاجات الحلوة، الألعاب. الولد سلوكه اتحسن كتير لأنه حس انه محبوب. تأكيد. فأنا لما أعلم ابني حاجة زي كده هو هيطلع عنده البذرة دي جواه، هيعرف ان أي حد مختلف لازم يتقبله ويتعامل معاه ويحبه، ما يبعدش عنه، ما يخافش منه، تنمرش بيه. فهي برضو بتبدا من الصغر. جميل. طيب لو حبينا نوجه رساله اخيره بقى تحبي تقولي ايه؟ احب اقول يعني للمجتمع حبوا الاولاد الحالات الخاصه. اي حد مختلف حبوه، مش لازم يعني نعمل له حاجه كبيره ما حصلتش، بس على الاقل ما نحسسوش ان هو مضطهد، ما نحسسوش ان هو منبوذ، نديهم فرصه يتعلموا. صدقيني بيطلع منهم نجاحات كتير قوي واحنا بنشوف دلوقتي. نديهم فرصه يتعلموا ويتربوا كويس ويكونوا في مجتمع سوي. تمام. جميل. انا بشكرك يا غاده جدا على وجودك معانا، وسعيده فيه ان شاء الله، وربنا يبارك لك في ابنك يا رب. ميرسي قوي. شكرا لك. خلوني اضيف بس حاجه صغيره كمان، انه لازم نفتكر وناخد بالنا قوي، احنا دايما بنقول يعني اليتيم مهم جدا ان احنا نرعاه، لكن في كمان ايتام ذوي همم، فهنا المؤسسه بترعاهم صحيح، بس واجبنا احنا بقى ان احنا ندعمهم بشكل كبير جدا، سواء ماديا سواء نفسيا. لازم نزورهم، لازم نطبطب عليهم، لازم نديهم حنان، رعايه، لازم نساعد الناس اللي بتساعدهم في ان هم يوصلوهم لبر الامان.